صدقني لو انت ذاكرت اللي فات كويس وعرفت خطة الكورس بجد وأدركت الهيكلية الخاصة بالكورس هتكون أقوى بكتير بفضل الله، وهتحترف اللغة وهتكون عملاق فيها. وأنا بقولك كده لأن ممكن تكون أنت لم تتابع الكورس من البداية، أو رأيت هذا الفيديو بالصدفة، أو لم تسمع عن الكورس من قبل. اعرف كورس السي شارب بسهولة. كل اللي هتعمله ادخل بس على اليوتيوب واكتب أكاديمية حسونة ودوس انتر، وادخل على الأكاديمية، ادخل على البلاي ليستس دي هتلاقي فيها كل ما يخص السي شارب بفضل الله. هتلاقي فيها 80 حلقة جزء للأساسيات، و 120 حلقة جزء للفورمز والتولز الخاصة بيها، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالأوبجكت أورينتد بروجرامينج، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالASP.NET للويب للسي شارب، وهتلاقي فيها 300 حلقة خاصة بقواعد البيانات باحترافية بفضل الله، وهتلاقي بلاي ليست كبيرة بتضم كل الفيديوهات دي علشان لو انت عايز تتفرج عليهم مرة واحدة وتذكرهم مرة واحدة ككورس كبير، ولو انت كمان عايز تتفرج عليهم ككورسات صغيرة اجزاء زي ما شايفين قدام حضراتكم كده. هنصحك نصيحة، ما تبدأش في الحلقة دي الا وانت مذاكر اللي فات ده كويس علشان تكون اقوى بفضل الله. وما تنساش تدخل على موقع حسونة اكاديمي www.hassuna-academy.com وتدخل على انضم الينا، وتدخل على انشاء حساب، وتسجل عندنا عشان نعرفك، وتتابع كل جديد على الموقع سواء كورسات او حاجات في الشاشة الرئيسية او تحديثات للموقع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 1038 من كورس سي شارب دي بي اكزامبلز بارت. ودلوقتي بفضل الله عاوزين نظهر او نكون القائمة لشاشة بحث المورد. فين يا جماعة بحث المورد؟ FRM Supplier Search. Supplier Search اهي، دبل كليك عليها واحدة واحدة، دبل كليك على اللود. طبعا انت هنا تلاحظ ان لما بيكون المثال كبير الدنيا بتوسع معاك شوية. الاول لما كنا بنتدرب تدريب عادي وكنا بنعمل أمثلة خفيفة خالص وصغيرة خالص كنت ممكن تاخد المعلومة بسرعة، لكن دلوقتي انت أصبح عندك كذا حاجة لازم تعدل بينهم. انت عندك الشاشة دي اللي هتعمله هنا، هو اللي هتعمله هنا، هو اللي هتعمله، فبتكون بقى بتشتغل خلاص. ده الشغل اللي بجد بقى، وفي شغل بجد أكتر من كده كمان. المهم، وطبعا بفضل الأمثلة كتير وما بتخلصش. المهم عايزين نعمل ايه بقى دلوقتي؟ عاوزين نكون القائمة. اول حاجة هعمل هنا من الكلاس context menu strip هعمل متغير هسميه او object يعني هسميه menu. المنيو ده بيساوي new نسخة جديدة من الايه؟ من الكلاس ده، وقوسين فاضيين وسيمي كولون. كده انا عملته برة اللود علشان اعرف اظهره من اي مكان. انا كده كده هصوره من الجريد ده، يعني اقول لك اعرف اظهره من اي ايه، من اي مكان. هاجي هنا هنده عليها يا منيو دوت الايتمز اللي جواكي. انا عايز اضيف فيها واحده جديده مكتوب في التكست بتاعها تعديل المورد، والنيم بتاعها اسمه edit سيمي كولن. يا منيو دوت الايتمز اللي جواكي هضيف واحده تاني مكتوب في التكست بتاعها حذف اللي عربي مكتوب حذف المورد، والنيم بتاعها مكتوب في ديليت او اسمها ديليت يعني. وادي سيمبل كده انت كونتها. اظهرها، ارجع للشاشة وهات الجريد اللي انت هتشتغل عليه، وهات الايفنتس
وهات الحدث ماوس كليك. فين ماوس كليك؟ اهو دبل كليك عليه. اف انا مش عايز اظهر كده وخلاص، لا انا عايز اظهر لو الاي دوت البطن اللي داس عليه هو ماوس باتنز دوت ايه دوت رايت، فعلت الرايت بس ما تظهرش المنيو. اول ما تلاقيه داس رايت يبقى تنده على المنيو وتقول لها دوت شو على طول. وصلت الفكره؟ تقول لها دوت ايه دوت شو. هتظهر بناء على ايه؟ بناء على الجريد دي جي في سيرش سبلاير، دي الحاجه اللي مربوطه بيها المنيو اللي انا ربطتها دلوقتي يعني. خلاص وادي كوما، البوزيشن هنجيبه منين؟ اي دوت لوكيشن، تظهر في اللوكيشن اللي انا دوست عليه. تعال نجرب الكلام ده، شغل كده ودوس تسجيل الدخول، روح على البحث واختار بحث المورد ودوس كليك يمين هنا، اهي ظهر شايف، اختار اللي انت عايزه بقى، دوس كليك يمين اختار. طبعا زي ما قلت لك هنا بتدوس في اي حته بيدوس معاك في الجريد ده يعني، لكن طبعا الكلام ده مش هيبقى ثابت كده، بعد كده ان شاء الله هنخليه ما يدوسش الا لو فعلا داس على صف من الصفوف، مش اي حاجه كده وخلاص يعني. خلاص اه كده بص شايف كده ايه ده الهدف، ان احنا نكون القايمه ونظهرها بالشكل ده كده. احنا كده كوننا القايمه وظهرناها لشاشه البحث عن المورد بفضل الله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهده اكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتاكد تماما انك اي حاجه بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجه بتنشرها للناس.